إذا كنت أحد معجبين ببجي فبالطبع تعرف دكتور ديسرسبكت. هو ستريمر مشهور في تويتش بسبب شكله الغريب وشخصيته الفريدة من نوعها. المهم عندما كان يلعب بيتا كود أنهى البث قائلا أن هناك من أطلق النار على بيته، وهذه ليست أول مرة يحصل هذا الشيء، حيث اختفى فجأة وبعدها أتى ويبين عليه الغضب والتوتر. Ladies and gentlemen, I gotta fucking end. I gotta end the broadcast right now. Someone shot at our house, broke the fucking upstairs window. This is the second shot. Someone shot yesterday at our fucking house, and someone shot again right now and connected with the house upstairs. Right? You're driving by. Right? You pussy. قتل في مسابقة لعبة مادن. والآن إطلاق النار عليك في بيتك الخاص؟ ما هذا الوضع المريب في أمريكا؟ الحمد لله أنني أعيش في بلادي، الحمد لله. هناك بعض الناس يحبون فورتنايت كثيرا لدرجة أنهم يفضلون فورتنايت على حياتهم العاطفية أو الزوجية، حيث تبين أن في بريطانيا عدد طلب الطلاق بسبب ألعاب الأونلاين أو مواقع التواصل الاجتماعي أو فيديوهات الإباحية يصل إلى 200 طلب، تخيلوا. ومن المأتان طلب سببهم هو لعبة فورتنايت. المشكلة يا أعزائي المشاهدين ليست اللعبة بل هم اللاعبين. لماذا لا يلعبون اللعبة بنسبة طبيعية كأي إنسان طبيعي؟ ولا تقولوا لي إنهم يستمتعون، بل يلعبون اللعبة بكثرة بسبب إدمانهم على اللعبة. هذه المشكلة مع ألعاب الأونلاين. بعد وقت من اللعب الممتع تصبح اللعبة عبارة عن إدمان روتيني في حياتك، حيث يجب أن تفعله باستمرار ولساعات طويلة، وأنت فقط تجلس في هذا الموقع لساعات طويلة وتأكل كل ما هو سيء لجسمك. مبروك للمطلقين، الآن حياتهم أصبحت 24 ساعة فورتنايت. مبروك عليكم الموت المبكر أيها الحمقى، أوقفوا هذا الهراء. وهكذا يشوهون صورتنا كجيمرز في المجتمع. لا ألوم المجتمع بسبب هؤلاء الحمقى. إليكم قصة حزينة عن شخص كان يريد الزواج من حبيبته. هناك معجب بسبايدر مان، قبل نزول اللعبة طلب من مصممينها وضع جملة طلب بيد حبيبته للزواج على لوحة إعلان في داخل عالم اللعبة، حركة رومانسية وفريدة من نوعها. ولكن للأسف هنا تأتي الصدمة. حبيبته تشاجرت معه ويقول انها تركته لاجل اخاه، نعم اخوه بالدم، ولكنها تنفي الاشاعة بقولها ان علاقتها مع اخاه علاقة صداقة. تبا للحب. المهم الان مصممين اللعبة يريدون ازالة الجملة نهائيا، ولكن المعجب يطرح عليهم ان يضعوا اسم جدته المتوفية قائلا دفعته لحب سبايدر مان اكثر، حيث اشترت له اول كتاب كوميك سبايدر مان يحصل عليه. من احزن الايستر ايجز، تذكروا يا قوم واصلوا اللعب وتجنبوا الحب.